ايه بقى اللي تتميز بيه حلايب وشلاتين من خلال يعني غير الجمال يعني؟ والله طبعا منطقة طبعا فيها موارد طبيعية، عندنا سلاسل جبال البحر الأحمر طبعا يعني بتمتاز بالمعادن، خاصة معدن الذهب وبعض الخامات الأخرى. وأحسنت الدولة في خلال يعني الخمس سنين الماضية قامت بإنشاء شركة الشلاتين للثروة المعدنية. يعني داخلين في المثلث الذهبي؟ لا، المثلث الذهبي ده طبعا السفاجة والقصير ومحافظة قنا. لكن احنا عندنا شركة الشلاتين للثروة المعدنية شركة يعني مساهمة مشتركة فيها مجموعة من الجهات زي البنك للاستثمار وهيئة الثروة المعدنية، وحاليا فعلا بتقوم بالتنقيب عن الذهب عن طريق شركات خاصة. عندنا برضو خامات تانية زي مثلا خام الرخام والجرانيت والمنجنيز والفلسبار. عندنا برضو ساحل يمتد لأكثر من 200 كيلو لغاية دلوقتي لم يستغل، يعني منتظر ان هتعمل عليه مشاريع للثروة السمكية والسياحية. هل لكم نصيب من 1.5 مليون فدان؟ والله احنا يعني بعض الزملاء في عندنا في البحر الاحمر قدموا طلبات على اساس ان تنضم محافظة البحر الاحمر للمشروع 1.5 مليون فدان، على اساس ان احنا بس ما عندنا المشكلة في البحر الاحمر هي ندرة المية. وان كان برضه في كان نهر النيل بيعدوا من قدامكم؟ لا، احنا بيننا وبين نهر النيل اكثر من 600 كيلو. انتوا بينكم شرق يعني شرق النيل؟ شرق النيل، يعني انتوا بين البحر الاحمر وبين نهر النيل. احنا شرق النيل. تمام. ففي طبعا مقومات للسياحه، في يعني لغايه دلوقتي احنا عندنا في الشلاتين مبنى لتنشيط السياحه، واحنا طلبنا من وزير السياحه السابق ان هو باذن الله يفعل المركز ده، والمطار ده هو اللي هيكون سبب في تنميه التنميه السياحيه عندنا ان شاء الله. المطار ده هو اللي هيحول يعني الوجه يعني شكل الحياه عندنا، وهيتعمل ان شاء الله باذن الله اكثر من مشاريع سياحيه ومعروضه باذن الله. احنا بس منتظرين تشكيل المجالس الشعبيه المحليه على اساس يتم تخصيص المشاريع السياحيه للشركات والمواطنين.